كابتن عادل، كابتن اسامه اتكلم على عدم التوفيق وبعض الرعونه، بس هل نقدر النهارده ماتش النهارده نختصر اللي حصل وفقدانك نقطتين في حته عدم التوفيق والرعونه، ولا في اسباب ثانيه؟ بص يا كابتن ايمن، يعني كره القدم بتعترف بالنتيجه فقط، صح؟ انا من وجهه نظري يعني ظاهره تضيع واهدار الفرص عندنا ظاهره بقالها مباريات كتير قوي، يمكن السنه دي اكتر من مباراه حصل فيها الامر ده. يمكن بنطلع جايبين حوالي عندنا حوالي 15 20 فرصه بنبقى جايبين جون او اتنين. عندنا لعيبه كتير فراوده بيدخل في بيضيعوا جوان بطريقه سهله جدا. انا وجهه نظري ايه؟ ان مع اللي قاله الكابتن اسامه واللي قاله الكابتن علاء كلام مظبوط تمام، لو عدم التوفيق وفي كمان ظلم البنالت اللي حصل اوكي، لكن في حاجه تانية انا حاسس ان اللعيبه ما عندهاش ثقه، بالذات الفراوده. يعني كره بواليا اللي احنا شفناها دي، ها يعني الشوطه الجامده دي عدم ثقه شويه، عدم ثقه في نفسه. طيب انا من وجهه نظري يعني ده لو اشتغل على الجون كتير او لعب على الجون بتمرين كتير 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 الاليه هتجيله هتزيد. يعني انا شايف مثلا الكره بتاعت مروان اللي جابها جون، يعني اللي نزل وجابها جون، مروان الكره الاخيره اللي عملها بدماغه، يعني حاسس ان مروان لما نزل بعد شويه عن الملعب بس نزل عمل ناتج كويس. احرز جون وعمل لك هدف. بص يا كابتن عادل، من ضمن الفرص المهدره اللي انت بتقول عليها دي الشوط الاولاني بتاعت قفشه، الكره الثانيه بتاعت قفشه مثلا، محمد مجد قفشه اللي وقف بيها مره واثنين وثلاثه. انت عارف وجهه نظري انه ما حبش يعمل ريسك، خاف، ما عندوش يعني انا ليه حاسس ان اللعيبه بدات يخاف في حته انه يضيع دخلت في القلق اللي هو ايه اللي هو الشك انك هتجيب جول. هي دي يعني بص يا كابتن عادل مثلا هو قفشه في العموم بيحطها كده، ده الشوط الاول كمان. انت عارف يا كابتن ايمن، يعني في جوان بتيجي اللعيب بتبص تلاقيه التوفيق وكل حاجه، لكن هو نفسه عنده الحته استعداد انه يجيب هدف. يعني النهارده مثلا الكره الاخيره اللي هي بتاعت محمد شريف، يعني لو كان واخد لورا شويه وفتح لنفسه مساحه، هي جت في قصبه رجله عشان كده طلعت جنب العارضه. لو كان لعبها برجله كانت دخلت جول. الحاجات دي كلها دي اليه فرودون. انتوا فراوده، يمكن الموضوع الفراوده لازم تشتغل معاها كتير عشان تديهم ثقه. لازم يلعب اكتر من في الاسبوع واكتر من كل يوم يلعب. لحظه، وحضرتك تفتكر لان اللي حصل النهارده شيء متكرر، حته الاهداف المهدره بسهوله جدا شيء متكرر، معقوله مستر موسيماني ما بيركزش على حاجه زي كده في التدريب؟ مش ممكن. لا ما لا انا 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 بكلمك يا كابتن ايمن على الناتج. الكلام ده من كام مباراه؟ من زمان. ما هو ده اللي انا بقوله، احنا بنقول عشان كده. يعني بص يا كابتن، في احيانا ثقه اللاعب بنفسه احيانا بتتهز. الاهداف بتيجي من كده، ضياع الاهداف بتيجي من كده. يعني كرة بواليا اللي شاطها بوش رجله حطها فوق، يعني بيتهيألي كرة سهلة كان لازم يشيلها من فوق الجون أو كان لازم يحطها في الجون. ده لو شغل مجدي قفشة، ده في كورة يعني احنا مش هنقدر نجيبها، بس ممكن نجيبها صورة على خط الجول مرتين لوالتر بواليا الشوط الأول، اللي هي مش ممكن تضيع رجله. لا يوم حطش رجله جامدة فيها، هو حب خاف يحط رجله جامدة تطلع عالية كده، والكورة اللي حب اللي هي تتلعب بالراحة شاطها جامد. ما هي دي، ما أنا عشان كده بقول لك يا كابتن، أقول لك اللعب على الجون كتير يديك ثقة كفرود. أيوه. أنت أحيانا بتعمل إيه؟ بتيجي على الفرود لما تلاقيه بيضيع أجوان كتير، لازم تاخده بره الامر وفي التمرين وتمرنوا كتير عليه. انا عارف ان موسيماني ممكن بيشتغل على الجون كتير وعلى الحاجات دي، لكن اللعيبه نفسها لازم، انتوا لعيبه كبار، يعني ما ينفعش مثلا قفشه في اللي اي الوقت بيشوط الكره بيجيبها جون، ما ينفعش تحطها انت عايز تاكد 100% الشوط الاولاني. لما جات له الشوط الثاني عمل ايه؟ لما شاطها وحطها جنب العارضه عمل عكسها تماما. أيوه. اتاخر كتير يا كابتن ايمن. أيوه. ولكن في الاخر عايز اقول لك ان شاء الله التاهل
موجود، انت ممكن تلعب على التذكره الاولى او الثانيه، انت في، ولكن صعبت الامور شويه عليه. مظبوط. يجب اللعيبه لازم تعرف حاجه مهمه، النادي الاهلي بالذات لما بيفك الجيم بهدف مبكر الفرقه الثانيه بتروح للسيناريو الثاني، فالسيناريو الثاني بيفتح لك الملعب، ممكن تجيب جون واثنين وثلاثة. فارجو ان نهتم بالهجمه الاولى والثانيه والثالثه، كل لعيب يفتكر ان الكوره دي اخر كوره في الملعب. لو صحيح. انت في الدقيقه الاولى هتجيب جون لازم تهتم قوي، تعرف ان الكوره دي لو ضاعت منك ممكن تخسر المباراه. صحيح. يعني يمكن الكابتن اسامه كان قاعد جنبي وكنا بنتكلم على ان احنا ضيعنا 1000 جون، بس لكن المهم الناتج ايه؟ الناتج 2-2. ما هو ده، ما دي حاجات يعني دروس لازم نتعلمها، مستفاده طبعا من الماتش. لازم نتعلمها في طبعاً. اوقات كتير قوي كاس عالم بينتهي بكره ثابته، المانيا 90 التفاصيل الصغيره ممكن تجيب لك بطوله. صحيح. فتفاصيل صغيره يعني هارد لك النهارده التعادل، ولكن لازم يبقى في وقفه في حته تضييع الاهداف كتير كده، اوفر قوي.